دعونا نقترب أكثر، نذهب الآن للحديث حول هذه الأوامر السامية لصاحب السمو رئيس الدولة بتقديم هذا المبلغ الإضافي 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين في الجمهورية السورية الشقيقة. ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من أبوظبي سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية. سعادتك، بداية يعني أهمية هذا المبلغ في هذا التوقيت، وأيضا من جانب آخر كيف سيسهم في عمليات الإغاثة؟ بداية أشكرك على الاستضافة أخوي حامد. طبعا أقل من 48 ساعة أعلنت الأمم المتحدة وأطلقت مناشدتها لدعم المتضررين جراء الزلزال، فهذه دائما استجابة دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات. مباشرة تم تخصيص مبلغ إضافي 50 مليون دولار، سوف يخصص منها 20 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة. طبعا الاحتياجات الحالية اللي تم وضعها لمدة 3 شهور هي لخطة تبلغ قيمتها 397 مليون دولار، تستهدف 4,900,000. المبلغ الإماراتي هو يشكل 5% من حجم هذه الخطة، لذلك دولة الإمارات دائما هي تعمل أكثر من مسار في استجابة عاجلة. كانت مباشرة مجرد كان فيها زلزال والتوجيهات من سيد رئيس الدولة بإرسال فرق البحث والإنقاذ، وأيضا العمل الفرق الإنساني بقيادة الهلال الأحمر بالتنسيق مع الجمعية الإنسانية الهلال الأحمر السوري وغيره. نعم. وهذه دولة الإمارات تنسيقها مع المنظمات الدولية أيضا على الأرض من نظر الاحتياجات لهذه المنظمات، لذلك أتت التوجيهات مباشرة للمساهمة في هذا النداء الدولي. نعم. سعادتك، كيف ترون الإشادة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم؟ عطاء الإمارات ليس بغريب، هذا نهج مستمر إنساني منذ عهد الوالد المؤسس ونهجه الحكيم طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة على هذا النهج. أهمية يعني هذه الإشادة في هذا التوقيت لإنقاذ حياة الكثيرين من المتضررين والأسر المنكوبة. استجابة دولة الإمارات أتت سريعة جدا وفاعلة، تعمل بشكل مباشر وأيضا بالتعاون مع المنظمة الدولية. دولة الإمارات شريك رئيسي لدعم هذه الجهود الدولية في المناطق المتضررة في الجانب السوري، إن كانت حلب، حماة أو اللاذقية وغيرها. طبعا تتابع بشكل سريع هذه الإشادة، إشادة لجهود الدولة وأيضا فاعليتها. الأسطول الجوي الذي سير خلال هالعشر أيام 70 طائرة بالإضافة لفرق البحث والإنقاذ، هذه هي جهود جدا كبيرة. الهدف منها هو سرعة لوصول الناس للمحتاجين، إزالة الإنقاذ، إسعاف الناس، وأيضا استمرار هذا الجسر الجوي. لذلك التعاون مع المنظمة الدولية رأينا نعم. هذه الاحتياجات أكثر هي تركز على الغذاء والصحة، لذلك دولة الإمارات سوف تساهم لهذه الجهود الدولية على الأرض إن شاء الله. كل الشكر والتقدير، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة حامد، الله يخليك.